ما في انتوا ايه الموضوع؟ استحليتوا الموضوع قوي، بتلعبوا في الموبايل وعمالين بتفلتروا في نفسكم. اسكت انت خالص، انت اصلا انت وهي مش عايزين حاجه اجمد من الموبايل عشان تحلوا نفسكم يعني مش هينفع، محتاجين اختراع اجمد من كده. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين بيتكلم؟ انا بتكلم. جورجينا عامله ايه؟ عامله زي جورجينا والعين. جورجينة مين يا حاج؟ عيش سعيد، لون حياتك بايدك، عيش سعيد وشوف اللي يفيدك، عيش سعيد املك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفائل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف ارباح، 24 ساعة ليل او غم وعك، يلا بينا هنعمل ايه؟ ضم ضمتك وسط السما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. يا مساء الفل على كل بيشوفونا في كل مكان على قناه ETC، حلقه جديده ويوم جديد من عيش سعيد، وان شاء الله كده يا رب على طول ان شاء الله سعداء كده ومبسوطين معانا، ويا رب كده نكون بنيجي نحاول لو لفتره قليله ان احنا نخرجكم من المود، تبقوا بوزيتيف وتبقوا حاسين كده ان في حاجه جديده في اليوم. ازيكم؟ انه هنا ايه؟ ها؟ ايه؟ اس اس ايوه السلام عليكم. انا احب عشان دايما لينا كده بتخش كده تحس ان في كاكا ايجابيه، دايما بتخش بالكاكا الايجابيه. مالك في ايه؟ بتضحكي على ايه؟ كاكا الايجابيه ايوه اسمها كده، ما بتعرفيش باكت الكاكا ده الوقت بتاعها دلوقتي. ايوه انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت الاخبار؟ الحمد لله. النهارده في شياكه اهي. لقيت سهى ازيك؟ ما انتش قد الحب يا قلبي ولا قد حكاياته، ليه عايزني من دلوقتي؟ سندريلا الشاشه السينمائيه. ميرسي يا قمر. الاستاذه سهى سندريلا ETC. ايوه ايوه ايوه. ايه سر الشياكه بس النهارده؟ دي اقل حاجه عندي. اوكي تمام. اقل كنت متوقع الرد ده جدا على فكره. ايه سر الشياكه؟ هتقول لك ايه يعني؟ دي غير انها اقل حاجه عندها. طب واكتر حاجه تبقى عامله ازاي؟ اوه شغل عاليه 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 عاليه. انت جايه لنا بقى لابسه بقى اخطبوط، ها؟ التجمه. 40% مش 20% لك ده كده 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 كده. طيب مساء الفل يا بوب ومساء الفل يا لينا، وطبعا حابه اسلم على كل اللي بيشوفونا في حلقه جديده من عيش سعيد، ودايما بنتقابل من يوم الخميس ليوم الاحد من الساعه 3. بتضحكي على ايه؟ يا ابني ممكن تخرج بره حياتي. ممكن بيعمل ايه يا لينا؟ بيعمل ايه؟ بضحك. اعمل ايه طيب؟ ما بضحكش. انا بقول زي الفصل، ما تقعدوناش قدام بعض يا جنب بعض، نقعد بالظهر. مش ممكن والله. ها يلا. والاعاده كام؟ الاعاده الساعه 2 بالليل بس يعني. على فكره ده انت خطفتي الافيه مني لو سمحتي. طيب احنا النهارده عندنا اخبار وترندز وحاجات كده ان شاء الله يا رب تعجبكم. ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن التفاؤل والتشاؤم، طبعا احنا مش هنتكلم دلوقتي يعني لسه هنتقل كده وهندخل بالجديد، فاكيد كلنا بنتفائل ونتشائم من حاجات معينه، فده هيبقى التوبيك الاساسي معانا النهارده، وكمان معانا حاجات ثانيه. وكمان عندنا ضيفه بتتكلم عن موضوع مخيف شويه، هو علم الالوان. حد سمع قبل كده عن علم الالوان؟ بس ده لذيذ ده. يعني ممكن تحلل شخصياتنا من خلال الالوان اللي بنحبها، ومعاها كمان اختبار كده هنعمله وهنشوف تحليل شخصيتنا. ربنا يستر. طبعا انت من شخصيتك لا يعني انا عايز بقى اشوف هتحلل شخصيتي من الواني ازاي. معلش بقى انا المواضيع دي بتجنني اصلها. كل مره تجيبوا لنا ضيف يشكل علينا. ضيف يشكل علينا اللي هو لو ماسكين زي على الضيوف مش هنعمل كده. لا والله خالص. لا بس انا بحب الحاجات المختلفه دي. قال لك هتحلل شخصيتك من خلال لونك. ماشي. مش لونك، الالوان اللي انت بتحبها. لا ما هو دي كده طبعا عنصره. لا ما انا فاهم اللون اللي احنا بنحبه. وانا بس وفي كمان موضوع جد هنتكلم فيه النهارده. انا بقى احب مواضيع جد جدا طبعا جدا طبعا. هنتكلم النهارده هيسيبنا ويمشي في وقت موضوع الجد. انا عارفه ده اكيد مليون في الميه. هنتكلم عن التربيه. هنتكلم عن بقى عارفه بقى اللي هو التربيه الايجابيه والتربيه المثاليه والتربيه اللي مش عارف ايه، جروب الماميز والبابيز اللي هي المصطلحات بتاعتها. ليك علاقه اصلا بالموضوع ده؟ تربيه؟ من بعيد كده يعني. تربيه. ايوه اي حد محتاج يتربى يجي لي، انا بتاع تربيه. ما تقلقيش خالص، احنا نربي بس. طب وانتوا يومكم كان عامل ايه النهارده؟ كله كان تمام؟ تمام ماشي. لسه هنشوف تكمله اليوم تمام ولا لا مع ايهاب، بس دلوقتي نطلع فاصل. شغال نطلع فاصل ونرجع تاني، يلا بينا. اخبطيها في الارض شوفي كده ولا هترد لك خوخه بجد. ايوه خوخه بس يعني هاكلها بعد الحلقة. مني بعد الحلقة. انا عارف الفاكهه دي بتروح فين بعد كده. الدراسه بتقول ان الخبراء اكدوا ان الستات هي اكتر تفاؤل من الراجل. مين الخبراء؟ ونعم الخبراء، معلش ونعم الخبراء. انا حاجتين بكرههم بيقولوا والخبراء. استمتع بابسط حاجه، اصل اليومين دول لبش قوي اصل نفسيه الولد، اصل انت لو عليت صوتك ممكن معرفش ايه تاثر في نفسيته. انا شايفه ان احنا كلنا ما طلعنا تمام. لا صراحه لا. انت اتضربتي؟ خفيف ماشي. انا اتضربتي يعني اتهربت انا يا لهوي، ده يعني مصارعه. دي حاجه اتولدت معاكم باسمكم بتاريخ الميلاد، خريطه زي بتاعه الوان، ممكن تكون ناقصه ممكن ما تكونش ناقصه. معناها ايه؟ لو انا لقيت الوان ناقصه في الاختبار ده، انا ما اقصدش انها ناقصه في بيوتكم، انا اقصد انها ناقصه في اسمكم وتاريخ الميلاد. اوكي. معنى كده ان دي الجين بتاع اللون ده مش موجود. بعد ما شفنا شويه حاجات على الشاشه غير ان احنا رجعنا لكم طبعا عشان تشوفونا تاني ونقول لكم كلام بقى ايه اللي هو انت عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا ولا عامله ايه؟ عامله ايه؟ عامله ايه؟ حلو ايه بقى ايه؟ طيب النهارده احنا المفروض او دلوقتي هنتكلم عن فكره التفاؤل والتشاؤم. طبعا في ناس عندها يعني طاقتها، او عموما ناس في حياتنا نعرفهم عندها طاقه تفاؤل، كده لما تشوفها بتحس ايه ده، الله الحياه حلوه، بكره لذيذ، زي كده يا لولو. ايه؟ زي كده. طبعا زي كده يا لولو. لا ده بجد. لا استنى بس عشان انا انت بتقولي الحقيقه ولا لا بجد والله. لا سهى من الشخصيات فعلا، او احنا عموما اظن اختارونا عشان احنا بوزيتيف يعني، المفروض يعني عيش سعيد يعني المفروض. بس في ناس بيبقى شخصيتها كده بتحسي قفلت لك اليوم والحياه. ايه ده ازاي كده انت عايش؟ بيبقى عنده في تكوينته حاجه كده انترلوبيه بتحسسك. نعم برضو انا خلي بالك انا في كلمات كده بحب استخدمها. دي كلمتي اللي هي الدرجه يعني. ايوه هي دي. انت بتحسيه كده تبص كده انترلوب في نفسه خالص. انت ما انت هي ابعد كاكتك جايه عليا، كاكتك جايه عليا، مش نافع مش نافع خالص. ايوه الواحد فرحان بطبعه. طب هل انتوا بتتفائلوا وتتشائموا من حاجات معينه؟ يعني في ناس بتتفائل وتتشائم من حاجات معينه، زي مثلا عندنا زمان كان في افكار تيتا تقول لك لا ما تكنسوش بالليل يجي لنا نكد، ما تفتحش المقص وتلعب بيه عشان برضه الشبشب المقلوب. ما اعرفش ليه الشبشب المقلوب. لا تلعبش بالكبريت بالليل عشان ممكن تعمل حاجات. لا ده مش تفاؤل وتشاؤم. أيوة. دي معتقدات، دي بلاش دعوه، طفوله مشرده. ايوه الشبشب المقلوب مش عارف ايه رقم 13 في بعض الاحيان، القطه السوداء، ايوه البومه، القطه راكبه معايا في الشنطه. قطه ايه دلوقتي احنا بنتكلم في التفاؤل؟ ايه قطه ايه اللي راكبه معاكي في الشنطه؟ يا لينا ارحمي اهالينا يعني بجد. الله حلوه قوي دي، يا لينا ارحمي اهالينا. لذيذ. توك توك ما انا توك توك. انتوا عارفين ان في روسيا بيتفائلوا عكس المصريين، بيتفائلوا جدا بالقطط السوداء، يعني هم عندهم لو شافوا قطه سوداء هم نازلين روسي. طالما كده يبقى انا روسي. لا انا بحب يعني في حاجات كتير فعلا بجد، مش عشان شاشه وهري يعني، في حاجات كتير الناس بتتشائم منها انا بحبها. زي البومه بحبها جدا، بحب شكلها وبحب اللي هو الحركه اللي بتعملها برقبتها دي. أيوة وبحب القطط السوداء جدا. اوكي انا في قطه سوداء بتستناني وانا راجع من الشغل. يا راجل انت مش شايف ان دي علامه؟ لا انا بقى اللي هم بقى ملبوسين وبتاع مش لو دي ملبوسه دي زي السكر، دي بتستناني فعلا وانا راجع من الشغل وبقى راسها معايا بقى يا ماما لحد ما اطلع العماره، وبعد كده تروح هي مختفيه. خلاص انا وصلتك. وبتختفي مش بتمشي. لا بتختفي لا تمشي ليه؟ ما هي سودا، في قطه سودا بتمشي. لا وفي ناس برضو بتخاف من الغراب، يعني برضو اعتقاد ان الغراب بيجيب النحس او بيجيب صوت الغراب، يقول لك اعوذ بالله، اعوذ بالله في حاجه بتحصل. بيبقى عامل ازاي صوت الغراب ده؟ لا مش عارف، ما انا بحاول افتكر. لا هو صوت تخين كده. انتي بتقرمشي ازاي يعني؟ لا بس هو فعلا سيبكوا بقى من احنا بنعتقد في ايه ومش بنعتقد في ايه، يعني نركنها على جنب شويه. في اشخاص في حياتنا متفائله وبتحب الحياه وعندها حته اللي هي لا ان شاء الله اكيد الشغل هيتحسن، لا ان شاء الله باذن الله يا رب السفريه هتكون حلوه، لا شغلك اللي انت داخله عليه ده هيبقى وش السعد. يعني في ناس بتدي بوزيتيف انرجي، وفي ناس بقى يا باشا يا لهوي قعده الستات دي لما يتجمعوا يا لهوي ويقعدوا يندبوا. شفتوا بقى انا بقى، شفتوا انا بدفع ثمنها ازاي؟ قعده الستات دي لما بيتجمعوا وطلع عنده واد وبت وانترنت حوارات. والله قعده الستات ساعات، واد وبت وانترنت الاثنين. طيب انا بقى معايا دراسه. الله، دراسه ايه؟ احنا مش كنا هنروح نشوف الناس بتقول ايه قبل دراستك ولا ماشي خلاص ولا هنعمل دراسه؟ لا لا انا هو انا ضايفه على هي دراسه من جامعه بوسطن، بس انا برضو علقت عليهم بوسطن. انت حكايتك بقى انت كل دراساتك جايه من امريكا، هاتوا لنا مدروس واحد من هنا. طيب قولوا لنا مثلا من حلوان، من اي حاجه، اي جامعه هنا بقول لك. ماشي ماشي، اتفضلي اتفضلي. طيب احنا هنروح نشوف راي الناس ايه في موضوع التفاؤل والتشاؤم، بيتفائلوا من ايه، بيتشائموا من ايه، وارجع بقول لكم موضوع الدراسه. اوعوا تروحوا في اي مكان، عندي حاجات حلوه. يلا بينا. ايوه بصدق ان انا لو متفائله في حياتي هتبقى كلها سعيده وحلوه، لكن لو مكتئبه هتبقى زي الزفت ومفيش حاجه هتعدي في حياتي، وهبقى شخصيه مقرفه جدا. اللي بيخليني اتشائم مثلا ان انا لو حصل معايا موقف اول اليوم، بحس ان انا خلاص بقى اليوم اتقفل بالنسبه لي. في ناس بتتشائم، انا مش حابب النقطه دي. اذا تفاعلتم بالخير تجدوه. انت نفسك ان انا مش هتشائم انا. في ايام كده بتصحى من النوم انا النهارده مش خلاص، مش هكمل اليوم ده، لازم انام تاني عشان اليوم ده يخلص بقى. بعمل حاجه كويسه يا عم، ده سيبك منه، ده فاشل، ده كذا ده كذا، فاليوم كله بيقفل بالنسبه لي. يعني مثلا زي النهارده كده كان وقع مني ان انا اصحى الصبح ما الاقيش قهوه في البيت. بعمل اكل مثلا الاكل وقع، اصحى على توتر او حد بيزعق. انا مش بتشائم عن نفسي بصراحه. بتحصل حاله وفاه مثلا، حاجه للضروره قوي اللي بيخليني اتفائل اليوم لما اشوف صحابي. لما اصحى كده الاقي البيت كله يعني الناس بتضحك، انا بتفائل بماما. ممكن الواحد بيصحى اصلا يلاقي موده حلو، دي لوحدها كده يعني. اي حد بيشجعني بيديني طاقه ايجابيه. اصحى اشوف ابويا وامي مبسوطين او راضيين عني، ربنا يوفقك، من قرايبي من صحابي. بصدق ان في تفاؤل، يعني لازم اكون متفائل، ما ينفعش ان انا اكون متشائم. يعني في حاجات بتبان في اول اليوم اصلا بتخليك متفائل بالحياه عامه، او اليوم بتاعك ان هو يعدي كويس، وحاجات لا. بس ده بيرجع للانسان نفسه، يعني انا متفائل ولا متشائم، انما القدر واحد كده كده هيحصل. يعني لما بسقط في الامتحان بيس، بخش اخرج اكل اشرب اعمل كل حاجه. في ناس كتير بتقول وشك حلو عليا، بيتفائلوا سواء صغيرين او كبار. بيتقال الكلام ده كتير جدا. ممكن تخش بلاي ستيشن على حد وانت قاعد يقول لك انت دخلت جه فيا جول، طب ما التاني وشك حلو عليه عشان هو اللي جاب جول، فانت لا وش حلو على الناس كده. دايما بخش اماكن الاقي جمله انت وشك حلو علينا. بيتفائلوا بيا طبعا، فاكريني انا فرفوشه وبضحك وبعمل حاجات كتير، والنبي خايفه اتحسد بعد الحلقه دي. ابويا بيقول لي كده يعني، او عيلتي عامه بتقول لي كده. هم لسه قايلين ان انا وشي حلو عليهم عشان صحابي جابوا امتيازات في المشروع. لا بتفائل بيا، انا اظن بتفائل بيا كده، الناس بتحبني الحمد لله، يعني في عندي قبول، وانا بصراحه يعني دي حاجه تبسطني يعني، فالحمد لله الناس بتقول كلام كويس يعني. قال لك انا وشي بشوش، قال لك وشي، التاني يقول لك معتقد، ده اكيد ابن سهى ده واخوها الصغير وبتاع، مستوى اللغه دي تبع سهى. معتقد، يا لهوي معتقد. لا انا ليا تعليق، معلش هموت. الناس اللي قعدت تقول انا لما بشوف ضحكه امي، لما بشوف امي بتفائل وهي، انا امبارح يا جماعه كنت قاعده مع ماما بحكي لها وشكلها همي، قلت لها ماما انا كان في حاجات مضايقاني، وقعدت ساعه اسرد لها كم من الحاجات اللي مضايقاني في حياتي. ايه راحت بصري وقالت لي هانت اصلا يوم الايه مقرب ان شاء الله. قلت لها ماما هو ده. طب كويس انها ما نامتش منك، مش عايزه اسمعه. كويس انها ما نامتش منك، دي بتبقى اجمد بقى. هانت كلها هنموت. انت علامات الساعه قربت، فان شاء الله خير يعني، فاهمين ما شاء الله ضحكه امي يعني. ايوه طيب الدراسه الحمد لله نرجع للدراسه انت عارفه ان انا اكتر حاجه بستناها انت بتستنى دراسه لينا طب بس انا عاده لما بنسمع منك دراستك انا ما ببقاش قاعد على الكنبه ببقى واقف هناك في الشيزلونج اوكي اروح اقف في الشيزلونج عشان يعني طب اللي هتعمل لنا ايه؟ طيب هعمل لكم ايه بس والنبي النهارده العمليه يعني على القد خالص اعمل لكم ايه بس استنى اشوف البراد الجبلي طب بقول لك ايه حته دونت بقى مع دونت؟ لا احنا جايبينه للتصوير بس دي كوره لا ما بتاكلش الدونت ده خالص طيب بصوا بقى يا جماعه الدراسه اللي معايا دلوقتي هي زي ما قلت من جامعه بوسطن في الولايات المتحده الامريكيه بتقول وكشفت الدراسه دي هي دراسه جديده عامه مش دراسه قديمه يعني بتبص على الجانب المشرق من حته الناس المتفائلين بتقول لك ان انت طول ما تبقى ما انت متفائل او عندك الحياه بتاخدها ببساطه وبتاخدها بوزيتيف يعني طول ما ده انت عرضه لبلوغ سن 85 واكتر تعمر يعني الايجابيه بتطول العمر يعني طول ما انت عندك تفاؤل خلينا سلبيين عشان نخلص ده بيقول لك كمان عملوا الدراسه دي على اعمار النساء لقوا ان سنهم بيتراوح من 58 ل 86 سنه ما شاء الله الله اكبر يعني والسيدات زياده كمان انا بحس ان السيدات بتخلص على الرجاله بدري مثلا ونتفائل احنا ونخلص عليهم بدري برضه لا فالدراسه يا جماعه لطيفه جدا وبتقول لك يعني من الاخر بالبلدي كده طول ما انت بتتفائل وطول ما انت يعني بتقول خير اللي جاي خير طول ما عمرك يطول ان شاء الله يعني باذن الله ايه ده ودي ناكلها كملي بس خلاص الدراسه خلصت انت كل الدراسه دي عشان تقولي تفاؤلوا بالخير تجدوه كل الحوار ده عشان تقولي التفاؤل بيطول شغل بوسطن ده انت هنهزر ولا ايه انا فاكر ان في حوار يعني لا طب انت ما عندكش دراسه دلوقتي لا دلوقتي مش طالبه معايا دراسه خالص انا مخلص دراسه بقالي فتره مش طالع لا ما عنديش لا لازم تطلب معاك دراسه بصراحه لازم تطلب معايا من الحلقه كده طيب نعمل ايه بقى الدراسه لكل مواطن دراسه وانت بصي انا عايز اسمع الدراسه بطريقتك انت حيث ان مش عارف ايه ثم يلتقي مش عارف مين مفيش دراسه انا معايا دراسه بس انا كنت مدكناها في الاخر لا ممكن نغير ترتيب الدراسه قولي لي ليه اوكي مش ماشي. عايزه تقول هقول خش على لب طب يا جماعه عملتي بيها استني بس ثانيه واحده بس معلش انا قفش مش انا مديك خوخه دلوقتي عملتي بيها ايه لا ما انتوا غسلينها ولا رشينها بس رشينها شويه دوكو كده بس رشينها دي ديكور ولا مش تبع الديكور ديكور ايه اخبطيها في الارض شوفي كده ولا هترد لك خوخه بجد ايوه خوخه بس يعني هاكلها بعد الحلقه انا عارف الفاكهه دي بتروح فين بعد كده بعد الحلقه انا كمرتها كليها الحقي يا عم هتقولي الدراسه بتاعتك ولا ايه تاخدي عنبه عناب اديكي عنبه يلا ماشي اللي هي بقى كانت اي دراسه ما انا بحاول افتكر اصل انا من كم الدراسات اللي عندي بحاول افتكر ماشي ها كيفيه التفاؤل والايجابيه يا لهوي الكيفيه يستر ايه رايك بطريقه سهى ربنا يستر ما لازم تدخلي كلمه كده ما تعرفيش جت منين طيب برضو أنا دايماً أصلاً بحب الحاجة بتاعت التدوين دي فيعني أحتفظ بمذكرات كيفية وتدوين في نفس الجملة وأحتفظ ومذكرات ده لسه ده عارفة ده جاي منين بقى؟ ده جاي من ينبوع المحبة ينبوع كمان ينبوع المحبة ما تعرفيش أنت يعني فأنت لما بتكتبي كده الحاجات الكويسة تبقي دايما ايه ده شغال مربوط بده على نص الكوبايه المليان فالمخ يعني المخ بيسجل الحاجات الايجابيه دي. يعني انا النهارده مثلا هتيجي في اخر اليوم تكتبي الحاجات الكويسه اللي انت عملتيها يعني قبضت من غير خصم يا ريت يا ريت الحاجات دي فاهمه قبضت اول حاجه تكتبيها ايوه وبعدين قبضت تاني حاجه برضه وكرر يا ريت وكرر ثانيه واحده بس الحاجات الايجابيه بقول كلت الفاكهه قبل ما تروح لمطرح ما هتروح دي برضو حاجات ايجابيه الكتل اشتغلت في وقت قصير دي حاجه ايجابيه في شخصيات معينه الحمد لله ما شفتهاش دي حاجه ايجابيه كل دي حاجات ايجابيه لما بتكتبوها بتلاقوا فيه انشراح. عارفه الاحساس ده؟ ايوه انشراح. ايوه هي دي، انا بحس ان انا منشرح. ايوه دي اول حاجه. ماشي. تاني حاجه القضاء على السلبيه. يبقى عندك شبشب في البيت كاتبه عليه ايجابيه تقعدي تقضي على السلبيه. ايوه تقضي على السلبيه. طرق كيفيه القضاء على السلبيه يا استاذ. كيفيه القضاء على السلبيه، يا نهار شفت صعب الموضوع عند سوى، صعب خالص صعب. انا مستني لقطه واحده، انا مستني دراستها فعايز انجز. ايوه تمام. اللي بعديها بيقول ايه؟ ايوه الله، الاستمتاع بالامور البسيطه. قشري موزه بسيطه يعني. فين التفاؤل في الموضوع؟ لا يعني بأبسط حاجه في الحياه الواحد يبقى مبسوط بيها، ما يبقاش كل شويه ناقم على كل حاجه. ايه رايك؟ ناقم. ايوه صح. لا دي عجبتني. عجبتك صح؟ لا انت الدراسه دي اديتنا فيها كام كلمه كده ورا بعض. لا ودي من غير قرايه، انا بس رؤوس اقلام، انا بحشي من كمان؟ عندي. لا 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 انا بقلب من عندي الباقي كله حشو ذاتي يعني. فهو ده شفتوا؟ يعني استمتع بأبسط حاجه. اصل اليومين دول لبش قوي فما توجعش دماغنا. ما توجعش دماغك. ابسط حاجه استمتع بيها. ليه خانق نفسك انت؟ صح. ليه مضيق؟ اوسع كده وخليك كيوت. لا بس عشان نبدا فعلا نبقى بوزيتيف والله ده بجد. اول حاجه لازم تشوفي اللي حواليكي، يعني السيركل بتاعتك، الدايره بتاعتك، الناس اللي انت بتشوفها كل يوم لازم يبقوا كويسين عشان تبقى بوزيتيف. ما انت ما ينفعش بيدوكي فايبس. ما هي فايبس على فكره. الناس طاقه. ده حقيقي. لو انا قاعده معاكي كل شويه اصل وف بقى ويلا بقى. ايه فايبز دي؟ وانت قاعده في برنامج اجنبي، ايه اللي فايبز وما فايبز هي بتتقال فايبس يعني اللي هي ايه بالعربي بقى؟ تعالوا بقى يلا بقى، دي بقى بتاعت زنقه. يلا ما حدش غششك، محدش في جود فايبس على الباره ايوه دي حقيقه. ايوه لا ايوه انت لما كتبوها ما سالتش؟ باشمهندس طارق ما قاليش بصراحه، لقيته كاتبها عجبتني يعني زي طاقه حلوه كده، فايبس لذيذه كده، طاقه لذيذه، سبيريت برضو كمان، حياه لذيذه روح لذيذه كده، اي حاجه لذيذه. المذيع تعليم اجنبي واحد جاي. الصرف باين. الصرف باين ماشي، اهم حاجه الصرف باين بس كده. مش مهم بقيه الدراسه. اصل انا ممكن اقعد ادي الناس الصبح يعني دراسات، اقول لهم دراسات وهري ونصايح ازاي تبقى حلو وازاي تبقى امور وازاي تبقى ايجابي وازاي تبقى رايق وبتاع مش عارف ايه. وفي الاخر احنا عارفين اللي فيها. ايوه وبعدين خش على المفيد. أيوة. فين الضيف؟ فين اي حاجه؟ ادوني اي حاجه غير اللي على الشاشه بسرعه كده يعني. طب قولي يا سهى بقى، عشان هنا بقى الموضوع كله. طيب يا ترى بقى الستات متفائلة أكتر من الرجالة ولا الرجالة هم اللي متفائلين أكتر؟ الخبر اللي معايا النهاردة هيجاوب على السؤال ده. هل المرأة هي أكتر تفاؤل من الرجل ولا عندك رأي تاني يا بوب؟ أنا مش مركز معاك طب مين متفائل أكتر من رأيك قبل ما أقول الدراسة بتاعتك؟ لا مفيش بقى، دي في حاجات الست ولا الراجل؟ في أسئلة كده ما بتتسألش. يعني إيه في مين المتفائل أكتر؟ الست والراجل متفائلين طبعًا، بس يعني الست مين؟ يعني مثلا زي الست لينا متفائله، الست سهى متفائله، بس الست عفاف مثلا مش متفائله مثلا. هي بتبقى حسب الشخصيه بس ما فيش حاجه بقى مين متفائل اكتر، الست ولا الراجل؟ الراجل ضاربها طناش اصلا. ما هو ممكن عشان ضاربها طناش يبقى متفائل اكتر لانه ما بيفكرش في التفاصيل اللي بتخلي مزاجه مش كويس. ايوه صح. ممكن. يعني ايه مش فاهم؟ يعني بص ثانية بذمتك ده مش متفائل؟ ما شاء الله قمر. يعني ده مش متفائل؟ بص كده هو الصورة متفائلة بس هو واضح ان في حاجة حصلت، حد كان واكل حاجة في ده حبهان ده ولا ايه؟ في حاجة فاهمة، تحس ان ما علينا مش مهم. طب ارجع للدراسة بتاعتي. الدراسة بتقول ان الخبراء اكدوا ان الستات هي اكتر تفاؤل من الراجل. مين الخبراء؟ ونعمل خبراء معلش ونعمل خبراء. انا حاجتين بكرههم بيقولوا والخبراء معلش والدراسات. مين؟ اديني اسم خبير من الخبراء دول كلهم. عاطف خبراء خبير عاطف، مجموعه كده قعدوا مع بعض، قعدوا خبراء قعدنا اختبرناهم وطلعوا لنا الدراسه دي. ماشي. عدي اليوم يا بوب، زوقي معايا اليوم. حاضر قالوا ان المرأة متفائلة اكتر من الراجل، وده على الرغم من ان هي حياتها مليانة بالتوتر ومشغولة طول اليوم بتفاصيل سواء بيتها، عيالها، شغلها، الحاجات دي كلها. وبعد كده يا بوب انا سامعك الو، بس بتقولي توتر. هو ايه اللي توتر؟ انت ايه اللي بيوترك؟ نعم ايه؟ لا بس ثانيه، ولا بجد ولا ايه اللي يوترك؟ ايه اللي يوترني؟ جوزك ما قبضش في ميعاده. لا اتوترت، مش ده التوتر على فكره. ما عرفتش اجيب بجنيه ونقدر نعيش ب 100,000 عادي، ما فيش مشكله، نقدر نعيش بده ونقدر نعيش بده. التوتر يا حبيبي ان انا عندي مسؤوليه، عندي بيت، عندي حاجات لازم تكون موجوده، عندي شغلي، عندي انا كمان نفسي، بهتم بنفسي، كل ده ما بقاش متوتره ليه يعني؟ واحنا نعمل ايه بقى لو ده توتر بالنسبه لكم؟ احنا بقى نعمل ايه؟ اصل كل دراسه تقعد تقول الست، مفيش دراسه واحده توحد ربنا فيها راجل اي حاجه. قولي مدروس قعد لوحده وطلع دراسه على راجل واحد. واحده الخبراء دول ايه؟ مش رجاله. تعرفي منين؟ هم اللي قالوا الكلام ده، هم عشان ما كتبوش خبيرات. مش انت تعرفي منين؟ المعنى يفرق. ايوه في السنس، المعنى يفرق حضرتك، هو ده. طيب وقالوا كمان ان الستات في اقل الحاجات ممكن تغير مودها، زي ان هي لو اهتمت بشغلها وبقى عندها الكارير بتاعها وكده، ممكن ده حاجه تعلي من التفاؤل عندها وتظبط مودها. لو اهتمت بنفسها، اهتمت بشكلها، دي كلها حاجات بتخلي الست متفائله اكتر ومودها احسن من الراجل. والله كلام خبراء 100 وعلى دراسه وعلى علم، اهو ما نجيبش كلام من بره احنا. ها؟ كفايه اكل. ده منظر واحد متشائم، والله المفروض يبقى متفائل على طول. في لب ابيض عايزه؟ ايه؟ لب ابيض. لا في اصلا المره الجايه هعمل لك في لب ابيض عايزه بيو على طول. دورة مين اكتر ناس بتحسوها متفائله في حياتكم؟ يعني اكتر ناس بتديكوا الفايبس اللي هو الحياه حلوه وكله حلو تمام لذيذه كده، مين؟ انت يا لولو. والله يا اكاد الله، ده احنا بنبخر من بدري. قال لك انت يا لولو والله حبيبه قلبي يا سهى، والله المكالمه 2 بالليل انا وانت دي بتغسلني من جوه. هي المكالمه اللي هي مدتها ساعه و10 دقائق دي. ايوه دي اللي هي بنندب فيها كل كميه ندب يعني. وانت يا استاذ مين بيديك بوزيتيف انرجي؟ انا احب اشكرني. احب اشكرني. ايوه لا يعني انا دايما بدور وبجري ورا الناس اللي بتديني بوزيتيف، مفيش شخص بذاته يعني. اوكي. يعني مفيش اي حد اقدر اقول ان هو ده مصدر طاقتي الايجابيه. طيب بصوا احنا نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. رجعنا تاني اهو. عادي، كان في حاجات تانية على الشاشة غيرنا برضو ورجعنا برضو عادي، مفيش أي مشكلة ولا سحر ولا شعوذة. هنتكلم على إيه بقى؟ قلنا التربية. الله ربنا يستر. أصل بصي الدنيا اتغيرت خالص. زمان والدي عشان إحنا صعايدة كان مشهور بحاجة، وماما طبعا مامتنا كلنا كانت مشهورة بحاجة اللي هي طبعا الشبشب. ده أكيد دي تربية صح بقى، تربية يعني شبشب صح. والحاج بينوع بقى، مره الطفايه، مره توكه الحزام، هو وكيفه. دي جرايم، طفايه وتوكه حزام. ايوه ايه المشكله؟ انت فاكره المناخير دي مولود بيها؟ لا انت هتتلكك بقى. ابسولوتلي دي راشق فيها طفايتين وتوكتين. حاجات كتير كده عشان تطلع كده، تطلع اتش دي بالشكل ده. دلوقتي بقى العيل من دول، ده في عيال هنا في مصر بتطلب لاهلها الشرطه عشان مثلا زعق فيه زياده، غزوا، بس مش غزوا كده يعني، غزوا كده يعني، نكشوا يعني، اوعى ارجع ابعت كده، الحاجات دي كده اللي هي بقى اللي هو الشويتين بتوع التربيه الحديثه ومش عارف ايه وبتاع، اللي هو ما بياكلش عيش خالص. ده تربيه يعني، تربيه تجيب عيل تربيه، مش لازم تضربه بس يعني التربية اللي احنا عارفينها يعني، مفيش تربية بالتحسيس يعني، ما يعني مش نقعد نحسس على عيالنا. هو كلها دلوقتي بقت تتكلم على اصل نفسية الولد، اصل انت لو عليت صوتك ممكن معرفش ايه تأثر في نفسيته. انا شايفة ان احنا كلنا ما طلعنا تمام. لا صراحة لا. انت اتضربتي؟ خفيف. ماشي انا اتضربتي يعني اتهربت انا يا لهوي ده يعني مصارعه. لا بس انا اقول لك على حاجه بصراحه، بس اعتقد البنات غير الولاد يعني، الولاد هم لا عادي عند بابا ما بيفرقش يعني يعتبر يعني مش هقول اتضربت بمعنى الضرب بس برضو اللي هو تعنفنا شويه، اتزعق لنا شويه، والحمد لله طلعنا شخصياتنا سويه يعني الحمد لله ما حدش فينا طلع معقد. بس في ناس بتروح اكستريم يعني، انا في ناس صحابي في المدرسه كنت فاكره زمان تلاقيها على طول قاعده مرعوبه ما عندهاش ثقه في نفسها، خايفه تتكلم في الكلاس عشان هي اهلها دايما بيكسروا نفسيتها في الحته دي، فحاسه ان هي اضعف او اقل مننا. لا فعلا التربيه ليها، انت تعرف ترخي امتى وتشد امتى، دي بقى التربيه الصح ولا أيوة حديثه بس ولا قديمه. فيها قديمة. ايه؟ فيها شد طبعا، فيها أيوة. حزم ما هو بتاع اليومين دول بقى حديثه ومش عارف ايه والحاجات دي. لا الحديثه دي اعتقد فيها شد بس بطريقه تانية يعني، مثلا ما ينفعش ازعق لابني او بنتي قدام الناس، بس ينفع على جنب افهمه بس بتون مختلف عشان يفهم ان ده وقت اللي انا بكلمك فيه بديلك اوردر انه ما تعملش كده، ما ينفعش قدام الناس ولا كده نوتي كده نوتي يا ولد افتح ايدك كحي 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 نوتي. لا مش كده، ما انت هتغير التون بتاعك هتغير الطريقه. سهم المعادي ايوه مثلا دي تربيه شارع 9 دي مش هينفع خالص مش بتاع كده. اسفه والله بس الافيه حكم. لا يعني سندريلا وصغيره على الحب والمعادي وايه انت بونبوني والله مش ممكن يعني، هي رقيقه وكافيه كده بس يعني نرجع لمركونا. لا وبعد كده عشان الناس ما تفتكرش ان احنا بنتريق وبتاع، عشان طبعا من اقل جمله بيتضايقوا. كان في بره ما عندكم برضو خناقه برضو شارع 9 مع دجله، وكانت الدنيا متروقه جامد عندكم داخل الشارع، مش قادر بقى يا ايس كريم والدنيا بايظه خالص. دجله و9 كان في بيو 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 وناس بقى نازله بجويستيكات والموضوع كانت مشكله. انا ما انساش الخناقه دي يا جماعه. اهل المعادي ما بيزعلوش مننا، انتوا على راسنا، بس هو دايما المعادي بيتجاب في سيرتها. طب نرجع تاني بقى، في ناس تقول لك حته النوتي كورنر، اللي هو انا ابني زعل هحطه في النوتي كورنر، بودي هتسكت ولا احطك في النوتي كورنر كده، ولا اجيب لك بقى ابو رجل مسلوخه. انا عندي عيال على فكره. ايه النوتي كورنر؟ انا بقى اكلم جروب الماميز بيبقى مكتوب كده. ايه جروب يعني الماميز ده؟ لا 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 ده فايتك كتير، ده انا اطلع لك موبايلاتي بقى دلوقتي. ايوه عارفه عارفه عارفه، اللي هم بيبقى جروب المدرسه او الحضانه. لا في جروبس على الفيسبوك بيبقى في مثلا، انا بتكلم على الواتساب. لا مش واتساب، ده بيبقى على فيسبوك في مثلا بتاع 2 مليون ام. ايوه عارفه، ده بتاع الثانوسان يا جماعه اجيبه منين؟ ابني متسلخ ناقص اجيبه. طب في بديل مصري؟ ايوه مش هو ده. لا وانا بتضايق في الجروبس دي لما حد يكتب سؤال وحد يدخل يسف عليه او تعنف. ازاي انت بتتعاملي كده؟ ازاي عملتي كده؟ انت دي واحده بتسالك يمكن تبقى مامي جديده، ازاي تدخلي كده على طول تضطهديها؟ يعني ما تحطيش نفسك مكاني على طول. انا عملت ليفت لكل الجروبز دي مع احترامي لكل جروبز الماميز، يعني حاجات معينه موجوده فيها عملت لهم ليفت كلهم كله مش قادره. بص ومعلومات مغلوطه يعني، ممكن يفتوا بدل الدكتور يعني مثلا اصل انا مع واحده تكتب انا ابني حرارته كذا دلوقتي وعنده مثلا طفح اي حاجه، اكلي جزر بسرعه دلوقتي يفتوا مضاد حيوي. لا والله بيقولوا على اسماء ادويه وتعملي ايه وكل 6 ساعات وتديها الوصفه. انت بتفتي ليه؟ ما تقولي لها روحي للدكتور. واصلا هي اللي بتكتب السؤال دي برضو يعني في حته ثانيه. لا وجو التنظير يعني، سيبك من حته الادويه دي ان اللي هو دايما يحسسوا الست ان هي اللي انت بتعمليه ده مش كفايه، انت طول الوقت مقصره. بالظبط، انت بتربي غلط، انت مش عارفه ايه. فخلاص انا ريحت دماغي ايام اهالينا، ولا كان في جروب ماميز ولا جروب داديز ولا نانيز ولا كان في اي حاجه، وتربينا وبقينا زي الفل ومذيعين اهو يعني. الحمد لله الحمد لله. ايوه انا عندي شويه مشاكل نفسيه وكده يعني، بس الحمد لله الحمد لله. طب انت قلت ان انت اتضربت كتير، انت هتعمل كده مع ابنك لما يكبر؟ هتضربه؟ ها؟ لا هيقول لا والله هيقول لا. حلو السؤال. ليه والله يا طول انت ليه بتفرضي عليا اجابات؟ انا متاكده انت مش هضربه، بس مش شلوت ماشي شغال هديله بالقفا وهو ماشي معدي كده بس مش هتبقى بتضربه بجد، هتبقى بتضربه للهزار صح؟ لا لو عمل حاجه من ضمن الحاجات اللي انا عملتها، ده انا مش هضربه، ده انا اشعلقه لا هضربه عادي بجد. انا عارف انها اجابه صعبه وكده وبتاع، بس لا فعلا لو هو وصل عليك يهون عليا، ما هو انا هونت عليه. مش قصدي الحاجه اللي لا، في حاجات هفهمك مره هفهمك مرتين شغال، بس هو لو عمل حاجه زياده قوي زي الحاجات اللي انا كنت بعملها هضربه. لا ما تضربوش ليه يعني؟ ايه المشكله؟ ما هو مش هيعملها ابدا في حياته، ما انا ما بعملتهاش ابدا في حياتي بعد كده. هو ده السؤال اللي كنت هساله لك، انت بعد الضرب هل الموضوع اتغير معاك ولا كملت عادي؟ لا اتغير معايا جدا بصراحه يعني. يعني الضرب مؤثر؟ مش للدرجه، اصل في ناس يعني الساديه يعني في واحد بيمسك العيل ويعمل منه لحمه مفرومه. لا ده حرام. لا يعني مش بالشكل ده يعني، مش ضرب اللي هو مبرح يعني. هي بتاعت اللي هي انت نوتي كده صح؟ مش اللي هي ايه دي وانا بقى الذبابه ايه الناموسه وقفت انا همسك. انا طفل، انا يعني مش انا طفل قصدي لو انا طفل انا بغلط انا بتعلم مش يعني. طفل برضه، ما انا ما كنتش طفل، ما انا مش هضربه وهو عنده 6 7 سنين وبتاع مش عارف ايه وبتاع. انت قصدك سن المراهقه مثلا يكبر شويه كده يبقى المشاكل، يبقى مربرب كده. انا قلت له الو بابا انا في الاسم، هو ده السن ده انت قصدك عليه يعني؟ في سن كده اللي هو ما قبل التينيجر بتكه، اللي هو اصعب سن. ايوه اللي هو اللي انتوا ولا حاجه، انا دايما صح، انا اللي انا بقوله مش عارف ايه، انت جيل غير جيلي وكل بقى الهري ده كله خصوصا في البويز يا لينا صح؟ لا الولاد بيبقوا مختلفين والبنات جيرلز بويز والجيرلز. انت هتوديني معاكي بمعادي ولا ايه؟ انا مش عايز اروح معاكي السكه دي، هتبوظلي اللغه، هطلع عيل فرفر، هتبوظلي اللغه دلوقتي. الله جيرلز الجيرلز مالهم بقى يا استاذ؟ الجيرلز امها هتضربها بقى. الله يخرب بيتهم من عمرك في ايه؟ ايه امها البنت تضرب بنت والراجل يضرب راجل، مش فاهم. بس يعني مش حلو برضه الراجل يضرب بنته يعني، ودايما معروف البنت صاحبه ابوها وبتاع مش عارف ايه، حبيبه ابوها. بالظبط، فابوها كمان يضربها اوتش. انا شايفه بقى حاجه، هي انا ما اعرفش هي حديثه ولا قديمه، بس هي دي اللي بتنفع. التجاهل، والله التجاهل، ان انت تحسس ابنك او بنتك ان انت متضايقه تتجاهليه ولا كأنه قاعد، يجي يحاول يهزر او يضحك معايا او يفك الدنيا وانا مديه وش، ده بيجيب قوي، بيجيب جدا جدا في التربيه، ان انت تحسسي ابنك او بنتك انت زعلانه وان انت لا ما تتكلمش معايا انا متجاهلاك عشان انا مخصماك. دي بتفرق قوي في التربيه. التجاهل هو الحل مش الضرب. ده انت اوكي، ده رايك انت التجاهل هو الحل ومش الضرب، يعني انت ضد الضرب تماما؟ لا انا ضد الضرب وانت تماما. عفاف انا برضو لا ضرب، لا ضرب ابدا، نو يعني انتوا الاثنين انتي ضرب يعني؟ ممكن ازعق هطلع انا يعني. البني ادم الشيطان حقوق المراه. انا كنت بقول كده بس عشان الشاشه، عشان لازم يبقى فيه تضارب في الاراء علشان نتكلم. ابنك يعمل اي حاجه خالص عادي بعصايه المصاصه على صباعه ينوتي ده مش تبعك خالص، مش تبعك. لا خالص، تبع انا، ده تبعك. لا والله هو جربي موضوع التجاهل ده يا سهى وقولي لي اعمل معاكي ايه. هجرب بس التجاهل ده بينفع غالبا يعني. انا بزعق للامانه، بزعق. بتقولي ايه بقى يا سهى؟ بس قلت لك بالامانه عشان ما ابقاش كدابه يعني. انا بزعق ولد ما تخليش اعلي صوتي بس بوزي انت بتزعقي ازاي؟ ادينا سامبل للزعيق كده من غير ما تزعقي طبعا. ايهاب لا ثانيه واحده، احنا هنروح نفاصل. ايهاب يمي لينا انا مش داخل المعادي دي تاني. طب ثانيه واحده هنروح نشوف رأي الناس ايه في الموضوع، يعني هم رأيهم ايه في التربية الحديثة والتربية الإيجابية والتربية القديمة. نروح نشوف رأي الناس ونرجع تاني على طول. شايف ان معظم الناس تربي التربية إيجابية ولا الإنترنت قايم بالواجب؟ الإنترنت قايم بالواجب طبعا. مش فاضيين يربوا ولادهم، لا كلهم قاعدين على الموبايلات. دلوقتي التربية ما بقتش زي الأول زي زمان. للأسف النت واخد وقتهم كله. زمن التلاهي، زمن النت، زمن الموبايلات. السوشيال ميديا زي ما بتقولوا. النت والسوشيال ميديا كلها بقى ليها حكم كبير قوي في تربيه الابناء جدا. السوشيال ميديا عموما بتاثر بشكل كبير في الامهات، تخليهم ما يهتموش باطفالهم. يعني وسائل العقاب تقريبا ان انا ما امسكش الموبايل. ضرب ممكن ساعات يبقى ايجابي وممكن لا. والله هو كان زمان وانا صغيره، لكن دلوقتي لا الحمد لله ما بقاش فيه شباشب. ممكن اي نعم وصيان كده بس على خفيف. لا بزعق لهم وممكن اعمل لهم قلق شويه، ومفيش ساعه زمن اروح مراضيه وقاعد معاه ومفهمه وكده يعني. لا تربيه سلبيه. ارفع ايدي وارفع رجلي. ممكن زعيق مش عارفه ايه، ممكن يوصل لضرب مثلا شويه. لا 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 طبعا، لا طبعا لازم باللغه بالتفاهم. مثلا منع المصروف الكلام ده. ساعات فعلا بتحتاج انك تتضرب عشان تتربى. التربيه الايجابيه ديت احنا نعرفها من صغرنا، هي المتابعه للاولاد والابناء، المتابعه في الدراسه. الاجيال الجديده اعتقد ان هي محتاجه الحنيه اكتر. يعني بالعكس، ده لو حد كان بيتدرب زمان ويسمع الكلام دلوقتي العكس. لا بالدين. العصايه بتاعت المدرس كانت ايجابيه. بيتفرجوا على التلفزيونات وماسكين التليفونات 24 ساعه يعني. بعض الناس بتحب تسمع لكلام التلفزيون والكلام ده. التجميل أو اليوتيوب مش التلفزيون شرط. التلفزيون والنت واحد يعني، الاثنين أسلوب بيلهي الإنسان يعني. الاثنين بس يعني الإنترنت بنسبة أكبر طبعًا. لا هو الإنترنت مش هيربي أطفال أصلًا. طبعًا أنا والدتي وأبويا طبعًا ربنا أحسن تربية. شفتوا الناس بيقولوا ايه في الشارع؟ انا بقى استشفيت حاجه مهمه. استشفيت ايه هي؟ نقاط، بعض النقاط. استشفيت ان احنا مش لازم لا نزعق ولا نضرب، احنا ممكن نعاقب. وبما اننا في الجيل دلوقتي اللي هو بتاع اللي لازقين في التاب وفي الموبايل وفي التلفزيون وفي المنصات بتاعه الكارتونز وكده، فاحنا ممكن نعاقب بال كارتونز. Oh yeah. Oh yeah. Oh. Listen to me man. Yeah. Listen to me. انت لو عملت نوتي انا هشيل منك الموبايل. بجد لو ما عملتش عمرك مش هنروح الجونه اللي بيتكلم ده بجد. الله اقول لك على حاجه، انا هشيل منك موتور السبيد بوت بتاعك. ماليش فيه بقى، هتمشي بموتور واحد مش باتنين. تقعد بقى اللي هي بالبتاعه دي مش بالجيل كده اهو. ماشي. لا 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 ده انت موضوع كبير، الموضوع كبير. لا بس بصراحه في ناس قالت كلام حلو قوي، ان برضو الجيل ده يا جماعه شويه مختلف شويه عننا. يعني احنا كنا غلابه بجد، احنا طموحاتنا اقصى طموحاتنا ان رحت النادي دي يعني انا فجرت خلاص يعني. ويوم الخميس وترجعي الساعه 10 بالظبط. دلوقتي كنت 10 ولا الساعه كام؟ كان 9:30 10 عشان بنتي كنت نفس الكلام ده 9 10 اخرها تبعك عادي ده. لا وماما كانت بتبقى في النادي، بروح مع ماما وارجع مع ماما يعني. طبعا. وبتلعبي في الكيدز اريا وعند كروكيه مثلا. عند التيرو. عند التيرو. فلا دي كانت اقصى طموحاتنا. احنا لما مثلا كنا بنخلص امتحانات ونروح هناكل في مكان معين كده مشهور، جانك فود، بعد كده سينما. ده كان انا ما جاليش نوم من الفرحه، انا رحت سينما. انتوا بتهزروا يعني. دلوقتي بيلموا بعضهم، بشوفهم مثلا يوم الخميس ياكلوا سوشي، بقى هنعمل ايه؟ بسمع بقى هما بيقولوا ايه، برمي ودني بعرف يعني عايزه اوصل هما فين دلوقتي. مش عارفه عيد ميلاد ليلى في الجونه، عيد ميلاد مش عارفه ايه في سهل حشيش. انا الحاجات دي رحتها من سنه. انت عارفه انا مره كنت يعني عارفه بشرب كوفي في مكان كده. يا عم بشرب قهوه في مكان معين ما علينا اسمه ايه، من الحاجات اللي هي اللي بتجيبي فيها قهوه سريعه وكده. وفي وقت بالنهار أنا لقيت جنبي طلاب المدرسة اللي هم لسه مخلصين بيطلعوا مع بعض كده باليونيفورم بتاع المدرسة، بياخدوا الكوفي بتاعتهم في المكان ده، يقعدوا شوية ويروحوا. أنا الكوفي دي عرفتها على كبر، أقسم بالله أنا بنسقي فيه الكوفي. أنا واقفة في مكان اللي هم بياخدوا منه كوفي السريع دول، اللي هم بيبقى فاتح شنطة العربية وحاطط المكنة. لا مش هم دول اللي هو على الدائري دول. لا لا اللي هم البراند الكوفي على السريع، مفيش أسرع من كده. لا البراند المعروف عالميا ده، اللي هو عليه ملاك اخضر مثلا، ما اعرفوش. او اللي زيه المصري اللي عليه علامه دايره حمراء. ايوه بس ده طلعش مصري. ما طلعش مصري، ما هو ده اللي موجود في المعادي. ما علينا ما علينا، سيبنا العيال ومسكنا في الكوفي. ما هم دول بقى امهات المستقبل بنتكلم فيهم. ليه وانت ايه بتوقفي تجيبي ايه مثلا شوربه كوارع من العربيات دي ولا ايه؟ دي من بتاعت تي تايم، عارفه اللي هو انت معدي كده. طيب خلاص احنا لومنا على العيال كتير قوي. نيجي برضو نقول بصراحه لينا واللي علينا، ان برضو جيل الاباء والامهات دلوقتي بقينا على طول ماسكين الموبايل 24 ساعه. في بعض الاباء والامهات يعني مثلا تروح حته زي كيدز اريا تلاقي كله بالنانيز واقفين بالمربيه، فين الام وفين الاب يجوا يلعبوا ولادهم؟ اوكي طبعا احنا لازم يبقى لينا المساحه بتاعتنا وحياتنا وكده، بس مش على طول العيال مع المربيه برضو يعني. ده حقيقي. وحاجه ثانيه كمان، انا ازاي همنعك من حاجه وانا اوريدي بعملها؟ يعني انا دلوقتي انت هقول لك ازاي ما تلعبيش، ما تمسكيش موبايل طول الوقت، ما تلعبيش جيمز، ما تتفرجيش على حاجات معينه، وانا اوريدي مش بسيب الموبايل من ايدي، فاهمه؟ هتقولي مامي ما انت بتعملي زي إيه؟ بص ما شاء الله يعني مش مستني ما يروح البيت ده بيلعب على الموبايل وهو في الحلقه. بتعمل ايه يا بوب؟ بتعمل ايه؟ مش اقول لك انا بعمل ايه. بفتح الكاميرا عشان اشوف البيت ايه الدنيا. طب شوفي بربي بالكاميرا، بيربي من على حديثه قوي دي التربيه من على بربي بالكام. ايوه ده بيتريق عليا. اوكي وبعدين ايه ده؟ ايه السينك اللي حصل ده؟ احنا اصحاب، انتوا مالناش، احنا بعض ميو ايه كمان كميميو. بقول لك ايه، اظبطي كده لا تبعت عليكي. لا مش مشكله دي، حلقتين كمان هنيجي كلنا نتكلم هنا نبرطم بالاجنبي ونجيب العربيه العدائيه دلوقتي جيرلز. طب مشكله. طب ايه اقصى عقاب اتعاقبتوه وانتوا صغيرين؟ اكيد فاكرين يعني. لا انا ما كل دول ده بلاوي. ايوه احكي لنا واحد من لا مش هقدر، ابويا يزعل مني. هما بيطفوا السجاير في جسمك كله. ما جربش دي، لا ما جربش يطفي السجاير في جسمك. صعبت عليه، هو رمى عليا اللي فيها السجاير. اوكي وانت يا سهى تعاقبتي ازاي؟ اقصى عقاب انا مش عارفه هو اللي انا هقوله ده هي انا مش جيل لا قديم ولا حديث، بس يعني لما كانوا بيقطعوا النت في البيت كان بيأثر في نفسيتي قوي، ولما يعني اقصى حاجه حصلت لي بقى كسروا لي الموبايل بتاعي، خلاص ما فيش موبايل بقى ده ابيوز. بس هم بيكسروه، هم ما جايبينه بفلوسي، هم كده برضه بيهينوا قرشهم. ايوه صح؟ على حسب انت منين. هم عادي بنكسر بين الموبايلات عادي. على فكره ده العادي بتاعنا، واد الموبايل اهو اجيب لك غيره، بس ما تزعليش، تزعلي دلوقتي بس شويه. دلوقتي هنطلع تقرير ونرجع لكم تاني بعد الفاصل، استنونا. رجعنا تاني بعد الكلام الاولاني، ورجعنا بقى منورانا ضيفه المفروض انها هتعمل لنا اختبار، وانا اي حاجه فيها كلمه اختبار انا بتلبش، بس هي هتعمل لنا اختبار الوان، فانا هديت خلاص. انا امان يعني في الحته دي، طالما اختبار والوان، وهنلعب مع بعض شويه لعب كده وحركات وبتاع، وحاجه انا بالنسبه لي انا لما قريت المصلحة قبل ما نخش على الهوا، خبيرة ألوان. يعني إيه خبيرة ألوان؟ هل هي حاجة بتاعت اليومين دول ولا هي حاجة بجد بقى؟ يعني في حاجة اسمها خبيرة ألوان وخبيرة علم الألوان. الأستاذة المحترمة رانيا عفيفي مساء السكر. اهلا وسهلا. ايه خبيرة الالوان دي؟ خديني انا لعد اعلي، بس قبل ما ندخل الاساتذه اللي معانا، خبيرة الوان، علم الوان، يعني انت بتتكلم على خبيره ولا بتتكلم على لا خبيره دي سيبنا منها. لا بص بقى، كلمه خبيره دي هو اكتر، انا اقرب لباحثه ومحققه، والناس يعني بذاكر طول عمري في علم الالوان. الفكره ان الناس هي اللي قالت لي لقب مختلف تماما اسمه قارئة الألوان. أيوة. قارئة الألوان. لأن جه منين بقى؟ عشان أنا على طول يعني القراية مستمرة في موضوع علم الألوان، مذاكرة بقى لها سنين. تاني حاجة، أنت إزاي بتعرفي تقري اللغة دي؟ هو إيه اللي شدك أصلا إنك تدرسيها؟ يعني ممكن تبقى بالنسبة لحد حاجة جديدة، حاجه اوت اوف ذا بوكس، ان انا ادرس علم الألوان. كفايه إنها جاية لابسة لون البرنامج، يعني بالنسبة لي أنا أمان. جايه ضربه الاصفر بتاع عيش سعيد، فانا كده امان بقى، احنا نشد ده كده. انا كده اولا الموضوع اجابه لسؤالك، جت صدفه في 2005. ابتديت بالصدفه البحته. شفت كتب، كنت مسافره فشفت كتب بس مش باللغه العربيه عن علم الالوان. ابتديت بقى كتاب في كتاب في كتاب، وابتديت اذاكر وابتديت اخد كورسات. لقيت ان في حاجات عاديه او طبيعيه احنا بنعملها بالفطره دي جوه العلم. وفي حاجات اكتر استفدت منها. فلما بتحبي الحاجه ممكن تحبي تعرفي عنها اكتر. اوكي، طب ازاي احلل شخصيه واحد من لونه او لونه المفضل، الحاجات اللي بيحبها؟ يعني ازاي اقدر اعمل ده؟ احنا عايزين نلعب معاكي بقى اللعبه دي. بصي يعني وقبل اي حاجه عشان يعني يبقى الموضوع واضح شويه، موضوع كلمه او ان انا بقول موضوع انها لغه الوان، دي ابجديات للالوان، ابجديات زي الالف والبي والتي وزي الاي بي سي وزي الواحد واثنين ثلاثه. في مدارسنا كلنا ما بندرس حاجتين، علم الفلوس وعلم الالوان. الله. علم الفلوس ما بيدرسوناش في المدرسه ازاي يعني نعيش الطبيعه او التصرفات الصح اللي بنتعامل بيها مع الفلوس. مش مجرد ان احنا درسنا مثلا حاجه في البيزنس، حاجه في الفاينانس، حاجة، لا، ممارسه التعامل مع الماده ده علم ما لا يدرس في المدارس، ولو اتدرس بياخدوا فكره عنه حاجه خفيفه كده. العلم الثاني علم الالوان، ده له أبجديات زي علم الفلوس. تمام. علم الألوان أبجدياته بتقول، الأساس بتاعه بيقول إن الألوان ليها تأثير صحة ونفسية وعلى تصرفات وعلى كل حاجة في حياتنا، سواء اقتنعنا أو ما اقتنعناش. الشمس بتطلع فرضة نفسها بضوءها بألوان الطيف، فرض وجودها، سواء اقتنعنا بهذا العلم أو ما اقتنعناش هي مؤثرة، وقدر بقى حد موافق على المبدأ ده أو لا. فده الأساس في علم الألوان، إن دي له أبجديات، عشان كده هم سموها لغة. عشان كده لما اللي أنا بعمله بقالي سنين من ساعة ما ابتديت يعني أذاكر في العلم ده وأقرأ فيه أكتر وأبحث، إن أنا كل هدفي التوعية بأبجديات اللغة دي، علشان لما انت تعرفي أبجدياتها هتعرفي تفهمي نفسك، وده الأساس. لما تفهمي نفسك هتعرفي تحلي مشاكلك، ولما تحلي مشاكلك هتعرفي يبقى عندك توازن في الحياة. مفيش حياة من غير توازن، ومفيش حياة من غير ألوان. طب ليه بتحبي أكتر حاجة لقب قارئة الألوان؟ لأنها أقرب للي أنا بعمله. يعني ممكن تكون كلمة خبيرة أو 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 يعني مايله للعلم اكتر، لا، انا مايله للتطبيق اكتر. انا احب ان العلم مش لازم اقرا 100 كتاب، بس الكتاب اللي قريته اطبقه في حياتي. فانا بميل للتطبيق، هو ده اللي بيفيد. وقبل ما افكر ان انا اتكلم عن العلم ده او ان انا انشر ابجدياته، لانها دي مش اختراعي، ده من الكتب، انا ناقله لهذا العلم. لو احنا هنتكلم بقى على علميا، انا ناقله لهذا العلم. لكن قبل ما افكر انشر الابجديات دي، انا طبقته على نفسي سنين. طب عايزين مثل حي، يعني عايزه يعني احاول اتامله. انا دلوقتي مركز في كل حاجه وعايز ايه افهم ايه، وانا كمان انا عايزه مثل عشان افهم. اديكي بقى المثل الحي، انت لسه قايلاه دلوقتي لما بتقولي الوان مفضله. في حاجه اسمها الوان مفضله، وفي حاجه اسمها الوان ما بحبهاش خالص، اللي هي بنسميها في علم الالوان كولر فوبيا. مثلا ما بحبش اللون الفلاني او اللون اليا فوبيا، كولر فوبيا. يعني ممكن يبقى انا فوبيا، يعني هي مش فوبيا قوي انها لدرجه فوبيا، بس هي درجه الكلمه انها ايه، ما بحبش اللون ده، بنفر من اللون ده مثلا. وفي الفيفوريت كولر اللي هو اللون المفضل. وفي نوع ثالث انا قابلته واستغربت جدا، بس له دلاله في علم الالوان، انا ما بحبش الالوان. حد يقول لي انا ما بحبش الالوان، كل واحد من دول ليها مثل. مثلا هديكي اللون المفضل. في ناس تقول، دي من ضمن الاختبارات اللي كنتوا لسه بتتكلموا عليها، اللي موجوده ومنتشره في كل حته، لوني المفضل كذا. طب هل ده لون شخصيتك؟ هل ده لون شخصيتك؟ مش بشرط. ليه؟ اللون المفضل ده قد يكون فعلا لون الشخصيه، لو انا بعمل اختبار، ممكن يكون تعود او ادمان. اوكي. وممكن يكون فعلا في احتياج للحاجات اللي ورا اللون ده. احنا اتفقنا ان الابجديات دي ليها دلالات. طب لو مثلا اسود، لان معظم الناس اظن كمان اللي بيتفرجوا علينا الاسود هو اللون الاساسي لمعظم الناس فعلا. طيب انا هقول لك الاسود. بصي هقول لك على حاجه في ال في ال في موضوع ال 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 الالوان ده. يعني كل لون له بوزيتيف ونيجاتيف، سالب وموجب. انا ممكن اقعد اتكلم على درجات اللون 20 حلقه، بس انا هلخص لك دلالات مثلا لون الاسود. الاسود الناس كلها عارفه ان هو ايه، لون مفضل ليهم كلهم. ملك الالوان بيقولوا عليه يعني. بصي هو يعني هم بيقولوا كده من علم الموضه. تمام. لكن في علم الالوان ما فيش حاجه اسمها ملك الالوان، هم الملك الحقيقي القوس قزح. اوكي. لان انت القوس قزح 7 وال7 دول عاملين توازن. ف يعني لما تاخدي لون واحد انت يعني حطيت فيه ناحيه ثانيه. صح. تمام. مظبوط. الاسود جاي من طبيعته، دلالاته هو لما النور بينزل على الاسود ما بيعكس ولا لون. لا يعكس حقيقة. ولا لون. بيمتص كل الالوان. تيجي من هنا بقى نبتدي الدلالات. الاسود البوزيتيف ممكن نقول حكمه، ممكن نقول سيطره، مسيطره، ممكن نقول سيطره، بس سيطره وقياده البوزيتيف، لان الناحيه الثانيه بتاعت النيجاتيف انا ممكن ادمر. ما هو في حكمه وفي تدمير. مش الدرجات دي، انا اغلب من ده. قالت لك الحلو وجابت لك الارض. ما هو كل لون كده ليه بوزيتيف ونيجاتيف. انت بتتصرفي الانسان. بصي هقول لك على حاجه، اللي انا بتكلم عليه ده انا ما اقصدش بيه انا لبست اللون الاسود فمودي كذا. ده موضوع. لا موضوع. انا بكلمك في اصل الاسود. في ناس بتتصرف من البوزيتيف بتاع الاسود، وفي ناس بتتصرف من النيجاتيف بتاع الاسود. في ناس بيبقى عندها عزه تقوم لابسه اسود، هي اتصرفت من الناحيه النيجاتيف. وفي ناس بيبقى عندها مثلا لقاء مهم او مثلا عندها انترفيو او عندها محكمه، او القضاه كلهم بيلبسوا اسود. في ناس بتتشائم منه الاسود، القضاه بيلبسوا اسود. تمام. البني ادم اللي ما عندوش التزام في حياته او نفسه يكون ملتزم في حياته يبتدي يتجه لناحيه الاسود علشان ياخد البوزيتيف. الاسود ديسيبلين، التزام. الناحيه الثانيه جايه منين بقى؟ من الالتزام. انا ممكن احجب نفسي عن العالم لو انا دخلت في صرفت من الاسود النيجاتيف. حجب. هو حجب الالوان. تمام. فانا ممكن اكون هنا عندي عزة، عندي حداد، ممكن يكون محجوبه عن العالم. المعلومه بقى اللي انتم ما تعرفهاش ان في التصرفات بقى انا يعني انا اديتكم ملخص صغير عن شكل الدلالات الاسود. في التصرفات بقى في ناس بتصر على الاسود ما بتلونش خالص. برضه اللي بيخليني على فكره انت بتقولي وهي هتروح جايباكي الارض، ما تقوليش ده انا خالص. فتره لا بقى لي فتره كده. هي كلمه فتره دي هي المفتاح. الفتره اللي هنصر فيها على الاسود بدون مزجه بالوان اخرى، دي نبتدي نتكلم مع نفسنا، نشوف احنا واقفين فين في حياتنا، ايه التحدي ده اللي مخلينا مش عايزين ناخد خطوه. هو ده الاسود. ده بالظبط السؤال اللي كنت عايزه اساله لحضرتك. ايه اللي بيخلينا ناخد الجزء الايجابي او الجزء السلبي من اللون نفسه؟ تصرفاتك، تفكيرك، احساسك. بمعنى هي بتقول لي دلوقتي فتره الاسود اصرت عليه. الفتره دي كان في دلالات الاسود. اللون لما انا اصر عليه حاجه من الاثنين، يا حاجه موقفاني ومرجعاني لورا، يا حاجه انا محتاجاها. صح. فانا حاجه موقفاني، مشكله او تحدي. دي جزء. يعني مشكله، حاجه من الاثنين. الجزء الثاني ممكن اكون انا حاجه محتاجاها، ممكن اكون انا مش ملتزمه في حياتي، ولما ابتديت التزم ابتديت اميل للاسود. فهو يا بيعكس الحاله معين بالنسبه لي مثلا. هو يا بيعكس الحاله النفسيه اللي انا فيها، يا بيعكس الحاله النفسيه اللي انا عايزه اروح لها. طب انا عايزه اسالك على حاجه، عشان اول ما دخلتي شفتك لابسه اصفر. وقبل كده قريت في علم الالوان ان الاصفر بيدل على الغيره. هل ده صحيح؟ اللون مش مطلق. اللون عايزه اغمقه ممكن احط له الوان ثانيه. عاده لو انا عايزه ابتدي في درجات الاصفر بالذات اغمقه، احط نقط سودا، احط انقط او بني او وات ايفر حسب ما انا عايزه اغمقه. عايزه افتح بحط ابيض. عشان كده انا بقول لك في الاول انا قلت ايه، اللون ممكن نفسه اخد فيه 20 حلقه، لان انا كل درجه ليها دلاله. ولمعلوماتكم عشان انتوا اعلاميين، هو دول لون الاعلاميين، لون الصحفيين، لون التواصل، لون اليقظه، لون الكرياتيفيتي. الديكور ده مدروس، ده مش معمول كده، ده مدروس. هنرجعوا بقى للي عمله ليه اصفر. بقول لك احنا الحلقه الجايه اصفر كلنا. طيب في الوان بتهدي الاعصاب؟ انت دلوقتي بتتكلمي على مود بورد بقى. المود العادي كل الناس عارفاها، اي حد المود بتاعه بيبقى وحش بيروح خضره، بيروح بحر، بيروح سما، بيبص للشمس وبيبص للقمر. لكن فين بقى لما ادور ورا انت مودك بايظ ليه، مودك متضايق ليه؟ دي انا ممكن اكشفها بالالوان من غير ما انت تقولي. ازاي بقى؟ ممكن تقولي مثلا انا في الفتره دي مثلا او النهارده من الصبح مثلا انا مياله للون فلاني، بقالي اسبوع كل ما اروح اشتري حاجه اقوم شاريه الحاجه اللون الفلاني. طب ما انا ممكن اقول لها دلالات اللون ده. زي الكالر فوبيا اللي احنا كنا لسه بنقول عليها دلوقتي، انا بكره اللون ده، انا ما بطيقش اللون ده. اي ده بالنسبه لي بقى هي اللي بيقول لي كده انا اداني مفتاح الكنز، اللغز. اول ما تقولي انا بكره اللون ده اقول لها انت عشان كذا وكذا. حد فيكم بيكره اي لون معين؟ لا خالص، انا ما بكرهش ولا لون بصراحه. يعني ممكن شويه الاورنج شويه بس مش قوي، بس ماليش فيه قوي يعني. في درجه كده من البني البني ده البني ده في درجه بنيه كده بتحسي ان انت انهي درجه فيه؟ الدارك، الغامقه. لا هي دي بتفرق صراحه، وده في الفرنتشر وده في اللبس. لا حياته كلها ازرق. مين؟ بس ما بتكرهش الالوان؟ لا ما بكرهش الالوان، لا بس حياتي كلها ازرق، ازرق طول الوقت، اي حاجه زرقاء ما عنديش مشكله، ومش فتره ومش ما فترتاش وبتاع، انا حياتي كلها ازرق عامه، بحب اللون الازرق جدا. هو الفكره كلها ان انا ما بتكلمش على اللبس بس على فكره، يعني موضوع علم الالوان ده مش مقتصر على اللبس ولا على الفرش ولا لا. ماشي البس الالوان اللي انت عايزها، بس انت معرض عندك مصادر اخرى للالوان. انا كل اللي بتكلم فيه ان يبقى عندنا توازن، ما بقاش انا شايفه لون واحد مش عايزه اشوف غيره، ما بقاش انا مصممه البس ازرق وبيتي ازرق ما هو الازرق مفيد في حتت معينه في البيت ومش مفيد في حتت تانية. يعني لو احنا هنتكلم على الالوان والديكور ما هو مفيد في حتت الازرق ميكس يو فيل بلو. اوكي ده يعني هو بيهدي، لكن مش شرط ان انت تبقى بلو الا اذا تعرضت له من غير الالوان اللي ترفع من الطاقه بتاعته. ما كل لون ليه مكمل، انا ممكن افرش ازرق بس لو ازرق مع لون يسحب مني طاقه ويخليني من درجه الهدوء لدرجه الكسل، لا ده كده غلط. فانا لما افرش ازرق افرش المكمل. طب ليه رانيا دلوقتي عايزين نبتدي بقى نلعب، نشوف اللعبه اللي كلنا مستنيينها عشان نكتشف شخصيتنا. يعني الحاجات دي الاختبارات المعروفه كلها العلميه كلها اللي الناس عارفاها واللي انا ذاكرتها، ان بطريقه معينه بيسالوا اسئله سيكولوجيه ويطلعوا نمط معين لهذه الشخصيه. تمام، ده موضوع. الموضوع اللي انا بتكلم فيه ملوش دعوه خالص باختيارات، دي حاجه اتولدت معاكم باسمكم بتاريخ الميلاد، خريطه زي بتاعه الوان، ممكن تكون ناقصه ممكن ما تكونش ناقصه. معناها ايه؟ لو انا لقيت الوان ناقصه في الاختبار ده انا ما اقصدش انها ناقصه في بيوتكم، انا اقصد انها ناقصه في اسمكم وتاريخ الميلاد. اوكي، معنى كده ان دي الجين بتاع اللون ده مش موجود. معناها ايه مش موجود؟ معناها ان انا عرضه لمشاكل ممكن تحصل لي بسبب عدم وجود اللون ده يوم ما اتولدت. انا تايه، ده موضوع كبير. انا تايه موضوع الجينز والجو. انت بصيتي على الرياكشنات وشنا واحد واحد وانت بتتكلمي عاملين كده. طب ممكن نجربه فعلي عملي. طيب كل واحد بقى يكتب لي اسمه الثنائي وتاريخ الميلاد، اليوم والشهر والسنه، واللي عنده اسامي مركبه يكتبها، واللي متسجل في يوم غير اليوم اللي اتولد فيه يكتب لي اليوم الحقيقي. اوكي، لا انا تقريبا متسجله نفس اليوم عادي وانت. انا عادي، انا سجلوني، انا بيسجلوا لي دايما. انا كل حاجه تمام. طب سريعا وعقبال ما برضو نكتب الحاجات دي، انتوا ايه الوانكم المفضله؟ انا مش عارفه الموضوع، يعني انا بجيب لكم هدايا. لا انا مش عايزه اعرف الوان مفضله. لا انا بسالكم. سوري، انا قصدي الاختبار ده ان هو ده ملوش دعوه خالص. يعني ده انا بقول لكم حاجات باسم وتاريخ الميلاد، خريطه كده بتاعت تاريخ الميلاد بس. الاسم ثنائي وتاريخ الميلاد، ولو اسامي مركبه قولي لي. انا ما كنت ساعه مش بكتب. لا هي بس الخط لذيذ قوي. ايه ده هو ماسك القلم كده ليه؟ ايه ده غريب قوي. ده عشان عبقري. ايه ده في انت شويه؟ ايه ده؟ ايوه اشول بس يعني دي عادي، دي عشان ما حدش يغش مني يعني اشول وعديناها، لكن دي ايه؟ انا بكتب كده. اساليني قولي لي ليه. خلاص يلا خلاص. ليه؟ مواليد كام؟ مواليد كام؟ 40؟ مكتوب عندك كام؟ لا انا عجوز وبقول عادي يعني وبفتخر. لا هو بعدين كتب حاجات كتير قوي. دي طلاسم دي. وبعد كده ليه موف ماشي. ايه؟ اه الالوان، الالوان بقى ما تتعبناش. لا لا دي تركه، دي تركه عامله خدعه سينمائيه. لا ده انا ما فيش عندي، يعني انا على فكره من صغري كده من قبل ما اعرف يعني ايه علم الوان اصلا. انا والله طول عمري يعني بالظبط. هو الفكره ان انت لما بتلاقي حاجه ضمن اهتماماتك بتهتم تكمل فيها على فكره ايا كان المجال ده. فيعني هو العلم ده انا ما كنتش اعرف عنه حاجه لما طول عمري يعني انا عرفته بعد الجامعه. طول عمري بحب الالوان، بتلاقي عندي الوان كتيره، بهتم بالالوان واللي انا فاهماه عنها طول يعني زي كل الناس عارفه ان هي ليها دعوه بالمود، بس ما كنتش اعرف انها علم، ما كنتش اعرف ان ليها لغه، ما كنتش اعرف انها بتاثر في الماضي والحاضر والمستقبل، ما كنتش اعرف ان بتاثر في الصحه. في ناس بتعالج بالالوان، علاج ضوئي بالالوان، بس للاسف الوطن العربي مش مسرح لينا ان احنا نعالج الا اذا كان طبيب خريج طب وياخد رخصه علاج بالالوان. ايوه انا مستغرب الكلام دي. حاجه انا مش ملم بيها، فاول مره اسمعها، فبالنسبه لي جديده تماما، حاجه جديده. عايزه اقول لك على حاجه في الوطن العربي عموما لازم يعني في مصر على الاقل يعني بيعتبروه حاجه غلط يعني ولا لا؟ انا ما اعرفش اللي هو البريكوشنز اللي واخدينها، بس هو علاج امن جدا، ضوئي يعني معظمه ضوئي، بس هنا في مصر يعني انا ما اقدرش اعالج بالعلاج ده لان انا معيش، انا مش طبيبه يعني، انا مش طبيبه. طب نبدا نشوف كده الديتس. ايه الاخبار؟ انا متشوقه متحمسه قوي. حاسه لو ايه يا ترى انا كاتبه اصلا بتتفلتروا مين؟ ممكن نبدا كده زي ما كتبنا اسامينا. انا عايزه اتكلم على حاجه يعني هي شبه مشتركه بينكم انتوا الثلاثه. ايه بقى؟ اول الناقص، بس هو مش ناقص عند ايهاب. ماشي. انا يعني بنبسط قوي لما بلاقي انه اللون ده مش ناقص عند حد، لانه ناقص عند ناس كتيره قوي 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 قوي. ايه بقى؟ اول لون ناقص الاورنج، عند لينا وعند سهى، مش ناقص عند ايهاب. الاورنج ده لما بيبقى ناقص بيعرضنا لمشاكل ممكن تحصل لنا، ممكن. فلما انا بقول لكم الاورنج ناقص ومشاكله كذا، هتبقوا انتوا واعيين هنا وجواكوا ان المشاكل دي ما تحصلش او تتفادوها. زي ايه؟ زي ايه؟ اول حاجه كل لون مسؤول عن حاجه صحيه وحاجه حياتيه. ماشي. صحيا الاورنج عدم وجوده بيخلي البني ادم اللي ما عندوش اللون ده عرضه لمشاكل في اخر الظهر. اوكي، انا اصلا اوريدي عندي. تمام، شكرا. حصل. مش معنى كده ان اللي عنده اورنج ممكن ظهره ما بيوجعوش، بس انا بتكلم ان اللون ده لما بيبقى ناقص بيخليكي عرضه اكتر من حد تاني ان تجيلك مشاكل ظهرك، اخر حته في الظهر، مش الظهر كله. اللي عندي فيها مشكله اخر حته العصعوص. ايه ده؟ انا فعلا عندي انزلاق غضروفي في الفقره الاخير اللي هي الاخر. ممكن حد تاني يكون عنده نقص اورنج ما عندوش مشاكل في اخر ظهر، بس هو عرضه انه يحصل حاجه زي كده. مسؤول الاورنج كمان عن اللي ما بيشربش ميه الكليتين. اوكي. يعني الحته دي ناخد بالنا منها لان احنا عرضه لمشاكل فيها. خلاص، ده جزء صغنن من ومشاكل القولون. اوكي، برضو بيخلي الناس عرضه لمشاكل القولون. ليه؟ لان دي الشاكرا بتاعت الاورنج، داير الجسم متقسم تشاكرات. فالشاكرا دي انا عرضه اتعب في المشاكل اللي فيها الاعضاء اللي في الشاكرا دي. اوكي. في حياتنا بقى بيخلينا عرضه للاتي. يا ابو قلب جامد انت. يا واد يا جامد. انا ما عنديش مشكله في الشاكرا خالص. ما تجيب شويه اورنج من عندك. الحته دي عندي الحمد لله سليمه. خلي بالك من ظهرك يا بنتي. انا اخترت ليه الاورنج؟ لانه فعلا لون ناس كتيره من اللي تتفرج علينا هتستفيد. ناس كتير جدا ما بتحبوش. معناها ايه ما بتحبوش؟ معناها اللي انا قلته، ان هي عندها مقاومه للحاجات اللي انا قلتها دي. معناها ان المشكله اللي عامله لها تحدي في حياتها وموقفاها انها تكمل، هي ورا الاورنج ده. هي لازم تدور، مش هو الاورنج اللي موقفها في حياتها، لا، الاورنج دلاله على ان في مشكله من جوه هي ممكن تكون موقفه الشخص ده في حياته عمليا، نفسيا، صحيا، طب استاذه رانيا قبل ما نختم عشان بس الوقت ضيق عندنا، عايزين نعرف ايه اللون اللي ناقص عند ايهاب عشان نمسكها عليه. طب عموما يعني انتوا عندكم الوان ناقصه ثانيه الحلقه الجايه هتيجوا طبعا انتوا ضاربين اورنج في اورنج والميك اب اورنج والشعر اورنج وشويه اورنج. بس انتوا فاكرين في البرومو طقم التايجر بتاع مربوحه كنت لابسه اورنج كتير فاكره؟ ايوه مفيش تقريبا عشان كنت داخله متفائله بعد كده. اللون اللي ناقص عند ايهاب الاسود لا ما ده مش من قوس قزح. ايهاب ناقص عنده لونين، سهى ولينا كل واحده ناقص عندها 3 الوان. رانيا انبسطنا معاكي قوي النهارده وكان نفسنا نلعب اكتر بالالوان بس الوقت كان ضيق ومبسوطين بحاجات احنا اصلا عمرنا ما فكرنا فيها ولا عمر جه في بالنا ان الالوان ليها علم كبير قوي كده واسرار كتير. الموضوع يعني طلع كبير يعني كبرنا الموضوع. هقرا بسرعه ولا كبرت الموضوع يا شباب. فشكرا قوي استاذه رانيا اتشرفت بيكم. يلا ماله بوب يلا نغوّر. نورتي الدنيا كلها. ميرسي. انا لسه احنا ممكن بعد ما نختم اقعد انا العب في الالوان دي عشان انا عايز اعرف بقى انا ناقصني ايه كمان. اجمع المجموعه كلها واخلص واجي الحلقه الجايه ضارب الطقم كله عشان ايه. لا بس عاجبني الموضوع جدا. عرفتوا يا جماعه ان كل حاجه في حياتنا ليها فايده حتى الالوان. يلا هنقول لهم ايه؟ السلام عليكم. باي باي. السلام عليكم. عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي يفيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك، اتفائل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح، 24 ساعة ليدي أو غموعك، يلا بينا هنعمل إيه؟ ضم ضمتك بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد.